كنا يرون الخالدية بياخذون الدوري. امس يقول لك في التمرين موجود. كان يتمشى ما عاد سالفته. ما ادري في الحجرة شلون اختفى. لان انا لا انافس على النزول. يعني اسمح لي على اللفظ انه هو كذاب. يعني هاي الكلمه ما تنقال. وصلنا مرحلة اللي الغلط فيها صعب يتعوض، اللي الغلط فيها يخليك تودع، تودع المنافسة، تودع اللقب، تودع دوري ناصر بن حارث والمحرق والبسيتين. هم أول مباراة في هذه المرحلة. ما يخفى علينا ان الاثنين في نقاط المباراة طمعانين وبعد يبون يبعدون نفسهم عن اي سيناريو حزين، ولكن ما نعرف شنو منهم متوقعين. احنا مبارياتنا كل مباريات مباريات كؤوس، بسيتين رقم صعب ان شاء الله. يمكن مباراة اللي طافت يمكن ويا الاهلي ما قدمنا، لكن اليوم ان شاء الله بداية مشوارنا حق 6 مباريات. اليوم ان شاء الله بناخذ ان شاء الله 3 نقاط وان شاء الله يعني اليوم بين العزم على الثفر شيء اكيد. احنا في السلم الترتيب يمكن الحين في الاخير، لكن لو تحس المباريات السابقه ذي حتى في السلم تشوف النقاط نقطه واحده نقطتين 3 نقاط، فالفوز يوديك فوق يعني يوديك المركز السابع. فاليوم مباراتنا وايد مهمه، انت تلعب ضد فريق بعد قاعد ينافس على مراكز متقدمه، قاعد ينافس على البطوله، فمباراة صعبة لكن ما في شيء مستحيل. إذا ربعنا في يومهم إن شاء الله اليوم بيكونون رقم صعب إن شاء الله في المباراة. والمحرك جماهيرهم مشتتين بين قدم طائرة أو يشوف مباراة السلة. مفروض هذه تغيرت التوقيت، يعني بإمكانهم كانوا يقدمون مباراة القدم ويأخرون الطائرة، بإمكانهم من الجمهور ينتقل للصالة. هاي الأفضل يعني أشوفها في نفس صالة تشتيت أشوفها تحينك جمهور حتى في الصاله ترى متشتت في اول ما راحت. هي طبعا للاسف توقيت المباراه ما خدم الجمهور ولا خدم الفريقين، يعني لا الاهلي ولا محرق. الاتحاد انت كان خليت على الاقل مباراتنا في كاس في مستوى ثاني، على الاقل نخلص الساعه 5 تبتدي تخلص نحضر على الاقل الطائره نشجع الصوبين الناس تتفلل الناس. صراحة الأهلي والمحرق مو عاجبهم اللي صار، وأنا بعد مو بعاجبني، وأنا أقول من حقهم لأن الفريقين عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة ومن حقهم يحضرون حق فريقهم أي مباراة، والموضوع سهل وما في أي تعقيد، كل السالفة كلمة تنسيق. على العموم خلنا نشوف الفريقين اليوم إيش بيسوون. المحرك بين أرضه وجمهوره أكيد بياخذ زمام المبادرة، والمايسترو وهيب إذا لمس الكرة تأكد أنك بتشوف شيء عجيب. هاي الاهداف اللي عرفناها من المولود، هاي اللي عرفناها يعني من المولود المحرق هاي اهدافه. لا بس يعني كفو عليه ما قصر المولود. والله الجول حلو مايسترو المولود، وان شاء الله تجي هدف من الاحلى واحد اللي متعودين عليه. المولود لاعب كبير، هاي لعبات المولود، بس احنا ما كنا مركزين الشوط الاول. فعلا لبسيتين ما كانوا مركزين، وللامانه توقعنا يكونون اكثر من جول مستقبلين، بس في الشوط الثاني رجعوا.
هل هدف البسيتين كفاية؟ أكيد لا، لأن الفريق يبي الفوز. المحرق واضح ما عندهم الكثير من الخطورة، ممكن بغياب سفيان متأثرين؟ سفيان أثر، سفيان تشوفه متحرك في الجناح، غيابه مؤثر على المحرق. هو أي كسفيان يأثر صراحة. أنا بالنسبة لي، أنا أشوف أن سفيان صدق يأثر في الملعب. أنت شفته بكذا مباراة يديدش تغير النتيجة بلعبه، هو بلعبه يعني مو بصور في اللاعبين، بس يعني بعد في لاعب يفرق وياه شوي بالنسبة لي أنا. فعلا واضح أن الفريق مو في وضع طبيعي. يعني مو حرام بين أرضك وجماهيرك تفوز على فريقك السابق يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء الحمد لله على فريقي 3 نقاط، ممكننا مهزومين رجعنا في المباراة الشوط الأول أعتقد ما قدمنا، دشوا اللاعبين الشوط الثاني كان عندهم رغبة أن يحققون نتيجة طيبة والحمد لله وعدونا اللاعبين. بخصوص محرق يعني هو كان ذي مباراته عشان ينافس على البطولة، أنا شيء يعني فرحان وحزنان. هاي مشاعر مختلطة اللي بنعرف. حزنان أكيد شيء طبيعي، نادي الأم وتربيت فيه ولعبت فيه، أقول لهم هاود لكم، أقول لهم بعد يمكن قدام عندهم في أمل، فرق قاعد تنافس، الفرق الصغير اللي تحت تهزم الفرق القوية، فما أعتقد لا أعتقد أنه لازم ما يأيسون. نقول لهم هاود لكم لاعبين حرق جمهور، يعني أنا قصبا علي يعني أنا أبفوز لأن أنا لا أنافس على النزول، عرفت شلون؟ فالحمد لله دموع الفرح جميلة يا كابتن، ومبروك عليك الفوز اللي جدد آمال البقاء. عاد المحرك خسر وشكلهم خرجوا من سباق اللقب. راح الدوري شفت اللاعبين شفت شواب، أنا من بداية الموسم أنا مو راضي عليه، وهل اللاعبين اليوم هم اللي ضيعوها، ولا هالدفاع ذي النسيم اللي خلى السيد ينضغط، خلوه الناس تتكلم على السيد، السيد هو كابتن فريق، يعني مفروض يعني ما تخلي هالاخطاء تصير. احنا مو بس انا اللي سلمت، ترى الجماهير المحرقين كلهم سلموا خلاص، يعني غير الظلم اللي صادنا في 3 مباريات الاخيره من عقبها خلاص سلمنا الدوري، وبالذات يعني اليوم مبارك حق ربعنا اخواننا يعني بعد البسيتين على الفوز، فوز بجهد يعني بعد حصلوا ثغره وحصلوا فرصه سجلوا. شوف شخصيا بيني وبينك يعني والجمهور كله الحين قاعد يسمع، ما في احد محرقي يبغض الامل، ولكن نري صعب حتى لو فزنا في المباراه، الموضوع جدا صعب ان الخالديه وحتى الرفاع يخسرون مباريات متواليه في المباريات القادمه الجايه لانه خلصوا الصعب تقريبا. كره القدم عودتنا ان كل شيء جايز، وخلنا نشوف مباراه الخالديه مع بعض. بس في معادله صعبه في المباراه، وهي اقوى هجوم والثاني اقوى هجوم اليوم، مين بتوافق؟ مين يعني راح يتفوق على الثاني؟ والله اللي بيكون تركيزه اعلى راح يتوافق ان شاء الله، نتمناها لنا يعني. ان شاء الله نحد من خطوراتهم، بياب الرمايح يمكن يقلل من خطوراتهم، نتمنى ذلك يعني، ما يكون اللي يدخل بعد يبي يثبت نفسه و... بس جنين الهدف، جنين الهدف، بس بعد الرمايح لا، الرمايح لا شغل وايد وياه يعني، يساعده وايد، يفتح له مساحات، يعطيك ور وانتو، فنتمنى ان شاء الله. الرميحي السؤال اللي حير الجميع، وين اليوم عن الفريق؟ والله الرميحي انا مفتقده يعني، امس يقول لك في التمرين موجود، ما ادري في الحجره شلون اختفى، ما اقدر افتي شيء، انا ما اعرف، ما اقدر اقول لك شيء انا ما اعرفه يعني، يمكن في غيري يعرف بس انا ما اعرف. انا اللي استخبرت ان امس كان في التمرين بقدرة قادر اليوم، لا هو اساسي ولا هو في الاحتياط ولا في المدرجات، اكيد في ضار في شيء يعني، بس شنو يعني ما ادري يعني شنو، ما عدنا احنا ما عدنا فكره يعني ايش اللي يدور يعني بين يعني، كان يعني الموضوع كان قبل 8 يوم يمكن يعني، بس امس كان في التمرين واليوم لعب يعني
ما عندنا خبر يعني. رميحي قرار فني يعني، وهاي شيء داخلي ما بنتطرق له الحين، بس القرار فني يعني بحت. عادة حليم العادة القديمة. قرار فني، المدرب قال لي هاي، أنا بجتمع ويا المدرب وأشوف الموضوع. مشكورين. شنو الموضوع مو عارفين، لكن خلكم منتظرين، كلنا بنعرف جري. خمسة وعشرين دقيقة هادئة من الطرفين، بس المباغة كانت لصالح النجماويين. تسديد خطرة في الجول، جول، الله الله الله، هدف نجماوي، هدف نجماوي، ألين أيانجا، ألين أيانجا، أول هدف في المباراة، أول هدف في اللقاء، الله، هدف أول في المباراة نجماوي، هدف أول في المباراة نجماوي، بطريقة في غاية الروعة، بطريقة مثالية جدا. عشر دقائق لا أكثر، الخالدية رجع فيها وتعادل. أربعين شوط الأول متعادل واحد واحد. شو اللي تقدر تسويه يعني عشان لو تبي تفوز؟ وأنا أحس إن الحين علي عاشور ما دام رجع اللاعبين اللي كان بيدخلهم، معناته تعرف من وين دش على النجمة. الفريق أفضل من النجمة، بس يعني احنا فريقنا سمته السنه ان مع الفرق الكبير العوده يعني. انا جاي اساس المباراه متوقع اني اخسر، خلينا نكون امينين. قلت لك فريق الخالديه فريق قوي، فريق بطل، فريق قوي، فريق بطل، وقلت لك عنده عناصر. احنا وانتم على نفس السيستم، خطه الدفاع زين، وعلى المرتده وانتم حظك نفس اللي قول لي ابنه، وان شاء الله خير يعني. اتمنى نطوف يعني، مع انه صعبه تطوف الخالديه. لا هو شيء طبيعي يعني، تقدم فريقنا النجمه وشيء طبيعي ان الخالديه بيضغط يعني، ما بيتراجع، فمتوقع انه يتعادل معك بسرعه، بس ان شاء الله باذن الله. لا النجمه لا كلمه اليوم، باذن الله الفوز اليوم، باذن الله قادرين. والخالديه ياتهم فرصه للتعويض، ولكن كان في ركله جزاء الشوط الثاني، في ركلتين جزاء يعني ثلاث ركلات جزاء، بس أنا ما بتكلم عن التحكيم. بنفور حكم كبير، وكل حكامنا بقيادة السماهيجي كبار، وما عندي اعتراض. فايز خاسر أنا ما أتكلم عن التحكيم، القرار هو، لأن في جزء من الثانية هو لازم يأخذ قرار وهو بروحه. تخيل أنا كمدرب ساعات عندي الوقت، عندي المساحة، وعندي مساعدين أتخذ قرارات غلط، فالله يوفقهم الحكام وإن شاء الله قادم أفضل. دومينيك جزائين واضحات ما احتسبها، نقول هاي قرارات الحكم، بس هو اليوم كان ممتاز وبارك الله فيه. التحكيم لا جديد، مفروض كانت تحسب بلنتي، واللي صار بعدها كالآتي. خطر النجمة، الله، جول جول النجمة مهما سجل بتقدر تخترق دفاعه وعليه تسجل. سيد ضياء، درغام اسماعيل، درغام اسماعيل، حطها، جول جول جول، هدف التعادل للمحترف العراقي درغام اسماعيل، يسجل التعادل لمصلحة. بس في موقف احب تشوفونه معاي بعد التعادل، انا مستغرب عبده شلون انفعل، اللي عارف اللاعب ما لف هالمواضيع. يعني يصير حكم او اي احد في الملعب هني يقول للثاني اذلف، هاي يعني هاي كلمه ما تنقال، ولا حتى في عندك حكام، او حتى حكام الحكم الرابع مثلا في المباراه السابقه، انزل ما بذكر اسامي، يعني اسلوبه جدا يعني كان يعني شديد، يعني معنا احنا نروح لكابتن وكذي
وهو شاط روحه يعني هو اللي خلي اللاعبين يتعصبون هو اللي يقرفز البنش. هل انتم سمعتوا ولا اللاعب قال لكم؟ لا لا اللاعبين كذا لاعب سمعوه الحكم يقول هالكلمه يعني حق اللاعب واللاعب قال لي بس انا ما اخذت على كلامه سالت اللاعبين الثانيين اكدوا لي هالشيء. تاخذون اجراء ان تطلبون من الاتحاد انه ما يحكم لكم بنافور مباريات يعني. بنافور حكم لنا مباراه الخالديه هاي والقسم الاول في المباراه ايه في المباراتين انطرد لاعب من النجم. انتم فاكروا قولوا لي المفروض نقدم شيء يعني حتى لو قدمنا بيصير شيء؟ يطلبون ما يحكم لكم بيطلبون منا اجتماع نراويهم الفيديوهات يقولون قرار حكم ما في فار في اعذار وايد يعني بيطلعونها ما في اخرتها من بيجيب حق النادي النقاط دي اللي ضاعت من بيرجعها ما ترجع. باختصار الوضع اصبح لا يطاق الخالدية بدون طرد وضاغطين ومع الطرد النتيجة صارت 4-2. دومينيك مندي بيسجل الثالث للخالدية في الدقيقة 81 دومينيك بيسجل الهدف الثالث للخالدية والهدف الثاني الشخصي نجمه وخطرة هذه ترتد خطرة هو الجول جول مهدي مهدي عبد الجبار ينهيها بهدف رابع خلداوي 4 أهداف للخالدية في الوقت الضايع مهدي عبد الجبار يضيف الهدف الرابع الخلداوي وأيضا يرفع رصيده مهدي إلى 5 أهداف الدوري. بس قبل جول الخالدية صارت لعبة بعد جدلية وإلهم أنا كنت خلف سيدينا ما كانت ركلة جزاء لا ما فيها شيء لو كانت جزاء كان حكيت أنا صريح. أنا عطني حقي أنا مالي شغل الفريق الثاني أنا أنت لازم تعطيني حقي كحكم تعطيني حقي لجنة الحكام يكلمونك يقولون لك لا تقدير حكام وذي أكثر من مباراة كم مباراة مباراة الرفاع طردت لنا واحد لاعب وانقلبت المباراة بنالتي مو بنالتي جول مو جول خلني ساكت يعني حتى مباراة الحالة يعني الكمباك مالهم يبسبة خطأ تحكيمي يعني من البداية. خالد النجمة مو في موقف منافس ولا انه هو في موقف هبوط اللي الحكام بيحطون للعداوة يعني هاي السؤال لازم يتواجه للحكام. انا اتمنى تروحون تسوون مقابلات ويا الحكام هاي مشكلة لا لو في شفافية تقدرون تحاجون الحكام وتواجهونهم تسويت غلط. الحين اخر لعبة مو بنالتي غير البنالتي صاحبين ألينجا يعني بنالتي الحالة انحسب وهاي ما انحسبت شلون؟ كل اللي اقوله الحين لا تعليق هارد لك النجماوية والخالدية مبروك فوز مهم يعزز الصدارة وفي نفس الوقت يضغط الرفاع اللي يلاقي جاره. الرفاع المفروض داخل بسلاح اسمه الفوز ولا غيره شيء. إن شاء الله نأكد رجعتنا من مباراة اليوم. أما بالنسبة حق الخالدية منافس شرس أكيد نفس ما قلت وأكيد هم يبون دوري نفس ما إحنا نبي. حسابيا كل شيء في يدنا لأن عندنا مباراة وياهم. فتقدر تاخذ الدوري نفس ما قلت. الحين عندنا 6 نهائيات من بدايه من مباراه الشرقي وان شاء الله احنا مكملين اليوم ديربي ويعني عاده الرفاع الشرقي معاكم يعني ينتشي مثل ما نقول يعني يلعب بروح مختلفه صك دفاعات يمكن حين شوي الاسلوب اختلف بس اكيد الشرقي هو الشرقي مع الرفاع غريمة في 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 الرفع ف ما تشوف ان هالشيء ممكن يعطلكم اليوم؟ لا شوف الشرقي صح ان ديربي ومباراة خاصة يعني لهم بس في نفس الوقت يعني ما بيرضونهم على مركزهم اللي هم فيه الحين اكيد نفس ما احنا نبي الدوري ما يبون يتمون في 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 دوري ناصر بن حمد. كل واحد لا اللي يبي والكرة بتعطي اللي يعطيها اليوم إن شاء الله. الكرة بتعطي مين اليوم؟
الرفوع هو اللي خطف أول ظهور. الشرقي دخل بصورة غير اليوم، ضغط، فرص والكثير. ونفس ما قال الكابتن، الكرة تعطي من يعطيها. هدف أول، يا سلام، الهدف الشرقاوي الأول، سامي الحسيني يسجل هدفا رائعا للرفاع الشرقي الذي كان أفضلا في الربع ساعة الماضية بسبب شوط المباراة الأول. كرة رائعة كانت من الجهة اليسرى، والرفاع الشرقي وعطرت صاحب الخبرة الكبيرة سامي الحسيني يسجل هدفا أولا قبل الذهاب إلى غرف التبديل. استغربنا شوي من لقطة الجول اللي عليكم، هو مساحة كانت وايد فاضية عند سامي الحسيني فسجلها، فيعني هاي الشيء الغريب يعني هي. أنا ما أبي أظلم أخوي نواف، ما شفتها عاد، بس من لقطة بسرعة كنا فيها أوفسايد يعني، بس مو متأكد منها. قلت لك شيء طبيعي، كنا قبل الجول مسيطرين ومتحكمين في المباراة، بس عقب الجول شوي لنهاية الشوط الأول شوي الشرقي. بس ما الظاهر اللاعبين يعني كنا يرون إن الخلية بيأخذون الدوري، فقاعد يلعبون عادي، كل من قاعد يتمشى ما عاش سالفتهم يعني. اللعبة ما فيها أوفسايد، والفريق فعلا كان دفاعه واقف بشكل غريب. ولكن يا الرفاع، الشوط الثاني صار عندكم تغيير، والفريق حقق اللي يبغيه. فينيسيوس يظهر مجددا ويعادل النتيجة من شوط المباراة الثاني، فينيسيوس البرازيلي. لولا العارض الشرقي كان بيعاني. الرفاع الفرق اليوم بعد زاد وصار 4 نقاط، يعني بحكم ان احنا في سباق الدوري والصدارة، تعادل اليوم اشوفه خاسر. المفروض كنا نطلع ب3 نقاط عشان ناس ما قلت لك بداية قبل المباراة ان حسابيا كان كل شيء في ايدنا لو استمرينا بالفوز. الحين صار ان تنطر هدية من باقي الفرق، بنستمر نفس ما قلت لك، عندنا 5 نهائيات الحين بعد، دام في امل احنا اكيد بنحاول نلعب عليه. ان شاء الله خير. هاي مو رفع بدايه الموسم اكيد، والسبب مجهول الى الان. الشرقي وضعه تعقد وعطى فرصه لانقاذ موسم ستره والحد. عاد هذه المباراه ابي ابتديها مع الحد، وابي ابداها بالخصوص بموضوع متكرر عندهم. زين، موضوع البرنس، انا قلت لك في الحلقه اللي طافت موضوع البرنس، وعنده ظروف عائليه وهاي، وقلت لك بس هو جاي عقد، يعني غيال قدم رساله وخطاب رسمي انه اعتذر بحكم الظروف العائليه اللي عنده، لكن يعني سافر 3 ايام طلع موقع نادي ماليزي، يعني اوكي مهما كان عنده ظروف عائليه، بس الحين خلاكم موقف محرج، يعني عندكم خانة فاضية صارت. مسؤولية مشتركة بين الإدارة واللاعب نفسه. لما اللاعب يطلع ويتحجج بظرف عائلي ويطلع، يعني اسمح لي على اللفظ، إنه هو كذاب، فهاي اللاعب أصلاً مضر إنه يكون في الفريق أصلاً من الأساس، فخروجه مكسب لنا أفضل. يعني قلنا معروفة، يعني اعتذارك إنه شرقاطي بيروح، فمعروض كمل عقده، يعني ما في قانون يلزمه إنه يلعب، فمرونه في القانون. يعني بالعكس احنا يعني البرنس مثل ما قلت لك ظروف العائليه حتمت عليه انه ما يكون معنا. طبعا هو في كلام هناك انه والله وقع، هذا شيء راجع له، احنا علينا انه هو الرساله الرسميه اللي قدم انه هو والله يعني عنده ظرف عائلي ووالدته مريضه، واحنا كنا مقدرين هذا الشيء. بخصوص التاثير، يعني الفريق يتكون من 11 لاعب، برنس لاعب عنده إمكانيات، ولكن بعد في نفس الوقت هناك في لاعبين يقدرون يغطون هذا المكان. وكرة القدم عمرها ما اعتمدت على لاعب، تعتمد على ال 11 والبقية الموجودين بعد. فيعني احنا واثقين ثقة كبيرة في لاعباتنا، وان شاء الله ربنا ييسر. مسألة كسر العقود، يعني هل ان العقود في نادي الحد بشرط الجزائي دفع راتب واحد سهل امر طلعته، ولو كان يمكن اكثر من راتب شوي الموضوع يكون صعب؟ الخلل في العقود لازم فيها صرامة شوي.
ما يصير إنه بس عي عي متى ما طاق الدوجة يمشي ما يصير. المفروض في عقود في صرامة أكثر شوي، على الأقل 3 أشهر أو كذا المفروض يعني. هذه أتمنى هذه موضوع العقود نتكلم فيه وقت آخر إن شاء الله. يعني الآن إحنا مركزين في المباراة، إن شاء الله هناك عندنا تصريح بهذا الشيء بعد المباراة إن شاء الله بإذن الله. لأن السؤال صعب يا كابتن، وبعد في سبب غير اللي نعرفه إن اللاعب علاقته مو زينة ويا المدرب، يعني أو المدرب ما يعتمد عليه من الأساس، يعني هاي سبب من أسباب إنه هو قرر إنه هو يمشي. كلام غير صحيح، بالعكس الكابتن إبراهيم حلمي من أول ما جه كان البرنس ركيزة أساسية من ركائز الفريق وكان يعتمد عليه، ولكن هناك في تغييرات تكتيكية عند المدرب، شيء طبيعي. تكتيك المباراة يفترض عليه مثلا يطلع برنس في الدقيقة 75 في الدقيقة 80 في الدقيقة 60، هذا قرار فني، ولكن أن المدرب الوضع ضدية هذا شيء عار للصحة. ولو كان هو كان حاط ضيط كان البرنس يمكن فوق المدرج تحصل او ما تحصل حتى في دكه الاحتياط. انا يعني لا اعلم الماستر هاي اللي يقول هذا الشيء، هاي غير صحيح صراحه. شيء مخجل ان عقودك تخليك تخسر لاعبينك بكل سهوله، الحد متى بيتعلمون من الاخطاء؟ سترة اليوم ذكروني بسترة العام، هجوم فرص وأعلى روقان. احنا ضيعنا فرصنا أزيد من الحد لحد ما ضيع فرصة اللي فرصة محققة، فرص ما نحن محققة بس ما في توفيق. إن شاء الله نتوفق الحين ونسجل. عندنا فرص ضاعت في الشوط الأولي، يعني شوطتين تقريبا ضاعوا من عندنا، بنشوف الشوط الثاني إن شاء الله يتعدل. هذه سترة ضيعوا الكثير، يعني إذا استقبلوا هدف فهم المسؤولين. نفس ما تفضلت احنا خلقنا فرص اكثر، كان لسان حق التسجيل، بس هو في يعني نفس نقول قاعده في كره القدم، اذا ما تستغل الفرص وتسجل تستقبل. اليوم احنا استقبلنا من كره ثابته تقريبا، يعني كره ثابته في النهايه فيها فكره، فيها ذي ما نقلل من عمله لكنها تبقى كره ثابته. اليوم يمكن نفس ما تفضلت ما قلل من عمل الحد، بس ما خلق الفرص اللي كانت يعني تخلينا نستحق حتى التعادل. قلت لك ما بخص حق الجماعه اللي قاعدين يشتغلون، بس قلت لك يمكن هم قاعدين يشتغلون تحت ضغط وهذا اللي يخليهم يطلعون يمكن بتحفظ اكثر. احنا مو اسلوبنا بصراحه كان، بس نحن كل مباراه المدرب بيعطينا تكتيك على حسب فريق الخصم. اليوم فريق سترة بيلعب باسلوب نحن حتى اللي يكون عنده فراغ في نص الملعب حتى نقدر نستغله بمكانات معينه. يعني اليوم في يعني من شوط الاول ما كنا موفقين لاعبين من بالخط الهجومي شوي، يعني خسرنا كرات شوي سهله، ما خلت الفريق يرتاح مثل المباريات الماضيه انه نمسك الكره ونطالع الفريق حتى نمسك ونستحوذ اللي هو اسلوبنا. بس الظاهر ان على الاداء اللي حصلوه سترة حرام يخسرون اللقاء. الفريقين بالنسبة لهم نقطة كلش مو طموح. وتذكرت حبيب يوم يقول بدأ شهر العسل. سترة اللي كنتوا تقولون تقل تمر رحنا في شهر عسل نعيش. بعد عندنا 5 مباريات 5 جولات عندنا إن شاء الله، 15 نقطة عندنا في ملعبنا إن شاء الله نعدي عليه. تكونون في بر الأمان ولا ده شيء ملحق؟ أنا أشوف أنا أتوقع سترة ما يعني ما بروح مرحلة الهبوط المباشر، ولكن يمكن يديش ملحق ترى على الوضع اللي صاير الحين. انت تقول هالشيء، بس احنا نقول شيء ثاني ان شاء الله. يعني لعبت الخصم لعبت مع الحد اليوم، ولا تتساهل فيه، يعني من حق انه كان بيفوز.
احنا في اخطاء شويه ان شاء الله تعدل في الامور الفنيه ان شاء الله عندنا. حلو انك لحين مصمم، والاحلى ان احنا نشوف وننتظر. الصدارة صفراء بعد انتصار وتعثر المنافسين، أما البقاء جولة عن جولة يتعقد الوضع. مين بيهبط؟ مين بيكون في الملحق؟ هاي اللي كلنا بنعرفه، وبيبقى هذا المختصر، لكن نقطة في بحر.